صباح الخير يا كريم، صباح الخير. انا هو انت حياتي ليكم ونضيفكم الكريم ولكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. بالطبع رحله جديده وبحث عن بطوله جديده، والمره دي بقى اللقب التاسع للسوبر الافريقي. النادي الاهلي ليه 8 نسخ يعني مسبقا، وان شاء الله ده لقبه التاسع باذن الله رب العالمين. المره دي بقى من مكان مختلف، المملكه العربيه السعوديه وبالتحديد من مدينه الطائف. يمكن طبعا الفريق وصل فيه تمام الساعه 10 مساء الامس هنا لفندق الاقامه. طبعا كان استقبال اكثر من رائع، سواء من الجاليه المصريه اللي موجوده هنا او كمان من العاملين في المكان والاتحاد الافريقي. يمكن معظم العاملين في فندق الاقامه اللي احنا موجودين فيها كريم يا نهاوند من المصريين، فده يمكن عامل جو حلو جدا. يمكن الاجواء كلها اكثر من رائعه، على الجانب طبعا الاداري رئيس البعثه عمرو بيه فاروق كان عامل اداء اكثر من رائع وبيساعد الفرقه كلها على توفير الراحه وكل سبل الراحه للفريق متوفره، كابتن خالد بيه ومدير الكره. ومن الجانب الاخر بقى مستر كولر، يمكن طبعا اتكلم مع اللاعبين، كان في جلسه قبل التمرين الاخير بالامس على ملعب مختار التتش، وكمان مع الجهاز الفني كل الحاجات الخاصه بالماتش من الناحيه الفنيه اتكلموا فيها ومنسقين ليها. يمكن على طول الفريق اول ما وصل امبارح وتناول وجبه العشاء وبعدها كله خلد للراحه. طبعا كان تمرين صباحا وبعد كده كمان كان سفر، فكان كله محتاج يرتاح جدا. يمكن الفريق على طول بدا النهارده يومه مبكرا حالا، وانا معاكم دلوقتي اللاعبين بيتناولوا وجبه الافطار في مطعم الفندق هنا، طبعا مطعم مخصص للفريق بعيد جدا عن كل نزلاء الفندق. كعاده النادي الاهلي كل حاجه معمول حسابها وكل حاجه بخطوات محسوبه جدا. بعد كده ان شاء الله هيبقى في محاضره في تمام الثالثه والنصف عصرا، والغدا هيبقى في تمام الرابعه، وان شاء الله بقى نتحرك لاداء اول تدريب هنا في مدينه الطائف في تمام السبعه والربع. والتمرين النهارده ان شاء الله هيكون في تمام الثامنه مساء، ومن بعدها ان شاء الله هيبقى نهايه اليوم بتناول وجبه العشاء في العشره والنصف، ومن بعدها بقى الفريق يخلد الراحه ليه. طبعا اليوم الاخير يوم الخميس اللي هيبقى يوم حافل جدا ما بين اجتماعات فنيه ما بين كمان مؤتمرات صحفيه لفريق النادي الاهلي وفريقنا المنافس اتحاد العاصمه الجزائري، ومن بعدها ان شاء الله هيبقى التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي. دعواتكم بقى ودعوات كل جماهير النادي الاهلي باذن الله رب العالمين تكون ضربه بدايه قويه جدا لموسم قوي ومليء بالبطولات، وان شاء الله تبقى خير بدايه واللقب التاسع من بطوله السوبر الافريقي. يا رب ان شاء الله توفيق، وعندنا امل كبير وواثقين باذن الله يعني كجماهير للنادي الاهلي ان ده هيتم وهيتم بصوره كمان رائعه في الملعب. عايزه اتكلم معاك كمان في الحضور الجماهيري، يعني سمعنا الفتره اللي فاتت من السبت اللي فات تحديدا والكاف اعلن عن طرح للتذاكر، والاسعار اعتقد في متناول الجميع من 15 ريال لغايه 1000 ريال، وكمان مجاني هيكون لذوي الهمم. الجاليه المصريه في السعوديه اكثر من رائعه، يمكن كنت انا بهزر قبل كده مع كريم بقول له يمكن اكتر من السعوديين نفسهم المصريين هناك، فخلينا برضو نروح للنقطه دي ونعرف منك بالظبط عشان نطمن. الوجود الجماهيري اكيد بيكون داعم كبير. في البدايه كمان انا وهند يمكن خليني اكلمك عن الجو قبل النقطه دي. يمكن امبارح يعني كان خير استقبال، يمكن طبعا كان فرحه كبيره جدا من الاشقاء السعوديين هنا ان مع وصول البعثه على طول كان فيه هطول امطار خفيفه على مدينه الطائف، فطبعا هنا هم محبين جدا لسقوط الامطار. يمكن ده كان بدايه خير، يعني فور وصلنا على طول كان في سقوط خفيف الامطار، الجو اكثر من رائع هنا في مدينه الطائف. بنتكلم في درجه حراره 28 29 درجه مئويه، فجو مناسب جدا وجو اكثر من رائع، رطوبه كمان نسبتها قليله، فيمكن من ناحيه الجو المناخ لا الدنيا يعني كويسه جدا. الناحيه بقى يعني جمهور النادي الاهلي حدثه ولا حرج بقى، يعني جمهور النادي الاهلي مش محتاج تحفيز، مش محتاج انك تقولي له يعمل ايه، هو دايما بيبقى اللاعب رقم واحد والدعم الاول لفريق النادي الاهلي. يمكن فور طرح التذاكر خلصت تقريبا في 7 دقائق. يمكن كمان جمهور النادي الاهلي النهارده امبارح كان عاوز يعني يستقبل الفريق بشكل كبير جدا، ولكن طبعا بالنظر يعني لبعض الاجراءات الامنيه من الجانب السعودي، وطبعا حقهم جدا يعني فضلوا ان ما يبقاش فيه تجمعات، ان الاعداد كانت كبيره جدا سواء امام المطار مطار مدينه الطائف هنا او كمان امام فندق الاقامه. لكن طبعا اتكلمنا مع جماهير النادي الاهلي كانت موجوده قالوا لا طبعا احنا كلنا جبنا تذاكر، وفي ناس كمان يعني بتحاول توصل لتذاكر باي طريقه بحيث ان هم يكونوا موجودين في المباراه. يمكن كمان هم كانوا نفسهم يبقى المباراه في ملعب ساعته الجماهيريه تكون اكبر شويه علشان يقدروا يبقوا اكتر من كده، كمان يمكن ساعه الاستاد 20000 متفرج. فاعتقد جمهور النادي الاهلي ده يعني اخر حاجه ممكن تفكري فيها انا هواند او تقلقي منها، لان هو بجد مش محتاج اي تحفيز، مش محتاج انك تقولي له يعمل ايه، لا دايما جمهور النادي الاهلي بيبهرك وبيعمل اكتر من اللي انت متوقعه منه. ويعني يمكن شفنا جمهور النادي الاهلي في كل مكان، يمكن شفنا المباراه الوديه في النمسا جمهور النادي الاهلي كان شكله عامل ازاي، يمكن بيحضر من اكتر من كمان جماهير انديه منافسه بتبقى بتلعب ماتشاتها جوه مصر. لكن اعتقد ان الحمد لله
فين ما يروح نصر الاهلي جمهوره موجود معاه، ودايما زي ما بيقول جمهوره هو ده توفيق. حماه، يمكن احسن استقبال امبارح. انت غالبا يا توفيق فهمتني غلط. انا كنت بقول او باكد اصلا اللي انت بتقوله. انا بقول ان الجماهير الاهلاويه هناك هتكون متواجده، وعندنا ثقه ان هم هيكونوا اوريدي في الملاعب، والعدد كمان اصلا هناك كبير جدا من المصريين والاهلاويه. ده انا كنت باكد على هذه المعلومه، فجيد جدا ان انت برضو تاكدها لنا من ناحيتك. اتفضل. بالطبع انا باكد على معلومتك ان طبعا جمهور النادي الاهلي دايما عنده حسن ظننا بيه. يعني بكلمك ان الجمهور زي ما قلت لك كان بيتمنى كمان ان الساعه تكون اكبر عشان نكون موجودين بشكل اكبر. ويمكن اعتقد جمهور النادي الاهلي بيبهرنا، ده كان يعني كاس العالم لكره اليد الموسم الماضي يمكن كان بالالاف كانوا موجودين في الصاله، سواء كمان في البطوله العربيه في الكويت للسله، فما بالك بقى فريق كره القدم. الجمهور متعطش جدا، يمكن النادي الاهلي بقاله كتير جدا ما جاش المملكه العربيه السعوديه، فاعتقد ان احنا هنشوف لوحه جميله جدا كعاده جمهور النادي الاهلي اللي بيبقى دايما رقم واحد، ويبقى يا رب دايما النادي الاهلي رقم واحد وعلى عرش الكره الافريقيه وعلى عرش الكره في مصر باذن الله رب العالمين. طيب برضو عايزين نعرف منك يا توفيق الحاله المزاجيه والمعنويه لكل اللعيبه، وهم طبعا لسه جايين كانوا من فتره مش بعيده من المعسكر في النمسا. عايزين نعرف انت لمست ايه من انعكاسات المعسكر ده على الحاله العامه للاعبين، وكمان عايزين نعرف منك فكره اندماج مودست اخر المستجدين والوافدين للنادي الاهلي، ومعدل اندماجه مع كل الزملاء واصل لفين. بداية اللاعبين يعني زي ما تحس كده يعني بلغة اللغة البلدي كده جعانين، نفسهم يلعبوا ونفسهم يفرحوا جمهورهم ونفسهم يقابلوا جمهور النادي الأهلي تاني. فلا يعني حالة زي ما بنقول كده يعني اشتياق كبير جدا للكورة، للفوز، لإحراز بطولات. انت بموسم اللي فات 5 بطولات، السنه دي ان شاء الله تبقى بدايه ببطوله جديده وتبقى خير بدايه. عن الاندماج بقى بجد مش بس مودست، يعني كل اللاعبين اللي بينضموا للفريق السنه دي ما تحسش ان ده لسه جاي من ايام او لسه جاي في موسم جديد. يمكن في لقطات عندكم هتشوفوها مودست، يمكن امبارح الفريق سواء في التدريب او كمان وصولنا هنا السعوديه يمكن اللاعبين في لفته طيبه كده، كل اللي تم اهدائه ورده فور الوصول اهداها المودست في لقطه جميله جدا. طبعا كابتن محمد الشناوي كابتن الفريق يمكن طبعا التعامل بشكل اكثر من رائع، كهرباء واحتضانه ليه مع انه منافس في نفس المكان، ده يدل على قيمه ومكانه النادي الاهلي. كل اللاعبين يمكن ديانج بقى لانه كمان بيتحدث اللغه الفرنسيه فعلى طول مع مودست ما بيسيبوش، وطبعا يعني هو مودست بيتكلم الفرنسيه والالمانيه، وطبعا الجهاز الفني بالكامل بيتحدث اللغتين معظمه، فطبعا ما فيش صعوبه في التواصل. كمان بعض اللاعبين كمان في الفريق بيتكلموا فرنساوي، فلا تحس ان مش ده لعيب اول مره يجي، مش اول يوم ليه مع الفريق. ويمكن طبعا كان قرار رائع من مستر مارسيل كولر انه يصطحبه معاه. المشاركه من عدمها دي طبعا حاجه فنيه مستر مارسيل كولر ما بنتكلمش فيها، ولكن انه يكون موجود في المعسكر انه يسافر مع الفريق وهو كمان اللي يطلب انه يكون موجود في المعسكر، ده حاجه كويسه جدا تدل على قيمه ومكانه النادي الاهلي. واعتقد يا كريم دي العاده دايما اللي بنشوفها في النادي الاهلي، اي لاعب بيخش في المنظومه في ثواني بتلاقي واحد منها وبيدوب زي ما بنقول كده في المنظومه. امام عاشور، رضا سليم، يعني رضا سليم عاوز اقول لك خلاص بقى بيتكلم مصري، ما بقالوش شهر مع الفريق بدا يتكلم مصري خلاص. امام عاشور ما تحسوش اول مره مع الفريق او انه لاعب مش موجود ولاد النادي على طول بقوا جوه الفرقه. ده دايما عهدنا بالنادي الاهلي، النادي الاهلي كبير قوي وبيت كبير قوي بياخد كل يعني اطراف المنظومه جواه كريم، وده بيبان على النتائج، وباذن الله النتائج تبان باذن الله مساء الجمعه، ونفرح كلنا بضربه بدايه وموسم قوي جدا، وبدايته تكون باذن الله ببطوله قاريه مهمه جدا. على كل حال تحياتنا للبعثه بالكامل يعني، وان شاء الله ربنا يوفقهم، وان شاء الله يوم الجمعه زي ما احنا كلنا متوقعين وعندنا امال كبيره جدا نفرح بالفوز المستحق باذن الله للنادي الاهلي. شكرا ليك جدا يا توفيق، واكيد تغطيتنا مستمره مع حضراتكم على قناه النادي الاهلي لحظه بلحظه.